بالنسبه لمقادير الحشو، انا عندي مطيشه كبيره قطع على شكل مربعات، عندي جوج بصلات شلتهم شويه رقاق، عندي جوج فلفلات، فلفله خضراء وفلفله حمراء، عندي ربع كاس من زيت المائده. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره من الثوم بودره، عندي ملعقه صغيره زعتر، ملعقه صغيره ملح، ملعقه صغيره كركم، ملعقه صغيره زعتر، وشويه ديال القزبر ومعدنوس تقريبا ملعقه كبيره. بالنسبه للاباراي اللي غادي نحتاج في هذا الكيش، عندي ثلاثه البيضات، انا عندي بيض صغير احتاجي ثلاثه، يمكن تحتاجوا غير جوج. عندي كاس من القشده طريه، يمكن تعوضوها بياغورت طبيعي. وغادي نحتاج كميه من الجبن المحكوك، بالنسبه للجبن المحكوك ممكن تعوضوه بالجبن مربعات. في مقله سخونه ضفت ليها كميه ديال الزيت اللي عندي اللي هو ربع كاس، غادي نضيف ليه البصله، غنضيف ليه الفلافل، وغادي نشحرهم شويه. من بعد غادي نضيف ليهم مطيشه حتى غادي نشحر الخضره ديالي شويه. من بعد غادي نضيف ليها توابل. بالنسبه للتوابل يعني ما كترش بزاف التوابل، حيت غير كيش ماشي شرموله، ماشي يعني ما كترش التوابل بزاف. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يديروا اضافات وبغاو يزيدوا مزال التوابل يمكن ليهم. صافي، غادي نخلي الخضره ديالي حتى تطيب وغادي نحيدها على النار. بالنسبه للاباراي هنا غادي نبدا بالبيض، كما قلت لكم ممكن تعتمدوا غير جوج بيضات، انا حتى عندي صغير. غادي نخدم شويه البيض بالتراب اليدوي، غادي نزيد ليه عفوا قشده طريه، شويه ديال القزبر والمعدنوس تقريبا ملعقه، غادي نضيف قبسه ديال الكوزه وشويه ديال البزار. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الكوزه يعني ممكن يتفاداوها، ماشي ضروريه، هي كتضيف واحد الاضافه زوينه للكيش. وغادي نضيف حفينه صغيره من الجبن المحكوك، وغادي نخلط عناصر ديالي كامله ونحطها على جنب. بالنسبه للعجين ديال الكيش هنا اختاريت، هنا درت كميه ديال 500 غرام من الدقيق الابيض، هنا ضفت الزبده، عندي 250 غرام زبده، انا خلطتها درت نص حيوانيه ونص نباتيه حيت ما كانتش عندي كافيه 250 غرام من النباتيه، دونك درت نص نص. بالنسبه للاخوات اللي عندهم غير النباتيه ممكن يعتمدوا غير الزبده النباتيه، اولا يديروا 125 من الزبده النباتيه ونصف الاخر يديروا بزيت زيت المائده. 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 250 غرام من الزبده، ملعقه ديال الزعتر، ملعقه ديال الثوم بودره، ملعقه ديال الملحه. كنحاول نلبس الدقيق ديالي الزبده، كنحاول ندخل الزبده مزيان في الدقيق حتى كنلبسو مزيان الزبده كما كيبان لكم في الصوره. هنا بالنسبه للماء عندي ربع كاس وما غاداش نديرو كامل، غادي نحتاج غير كميه قليله 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 جدا. بالنسبه للماء انا عندي الماء بارد، غادي نحاول نجمع العجين ديالي حيتاش مزربه الفيديو، كيبان لكم بحال كنعجن في العجين ما كنعجنش فيه، غير كنحاول نجمعو بايدي حتى كنحاول نشكل كره من العجين، كنحطها عاود كنحيدها من هذا البول اللي خدمت فيه، كنطلقها على طاوله العمل وكنحاول نجمعها، نحاول نجمعها بيدي، ما كنوركش عليها غير كنحاول نجمعها. كيلاش تخدموا الزبده مزيان غير كتحاول تجمعوا على الاطراف على هذا الشكل هذا، وكان ملي كنجمع العجين ديالي مزيان كنغطيه بالبلاستيك الغذائي وكندخلو يرتاح شويه في الثلاجه. الزبده خاصها تعاود تزيد مازال تعاود تبرد، كيفاش غادي ندخلو الثلاجه يرتاح شويه وعاد غنرجع نطلقو من بعد. هنا بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح شويه في الثلاجه بمساعده الدقيق الابيض، غادي نحاول نقسم العجين ديالي على جوج باش يجيني ساهل باش نخدم كميه بكميه. بالنسبه للمولات الاخوات اللي بغاو يخدموا كيش عائلي يمكن ليهم، انا فضلت نديرهم صغار. صافي، بعد ما طلقت العجين ديالي كنحاول نقطع بالقطاعه دوائر وكنلبس المولات ديالي على هذا الشكل هذا كما كيبان لكم في الصوره، ولا يمكن لكم توجدوا المولات ديالكم وتطلقوا العجين وتحطوا العجين مباشره على المولات وتقطعوا بالدلاك. هنا وريتكم جوج طرق، هنا هالطريقة
لبست العجين غير بصباعي، كنحاول ندخله في المول. من بعد غادي تشوفوا معايا طريقه ثانيه وهي كنزيد مازال نقطع العجين، كناخذ دائره كنحطها في المول، كنخدمها شويه بصباعي، نحاول نلبسها المول بصباعي على هذا الشكل كيبان لكم في الصوره. ومن بعد غادي نشد مول خاوي وغادي نضغط على العجين ديالي باش العجين كيجيني متساوي في المول، كيجي داير طبقه واحده. هنا كنثقب شويه العجين ديالي، كندخلو المجمد، كنخليه تقريبا شي 5 دقائق في المجمد، عاد كندخلو يطيب على درجه حراره 180 كما كيبان لكم في الصوره. هنا عندي العجين ديالي واجد، تبقى ليا ممكن ديرو في المجمد، ممكن تخدمو مباشره. إذا درتو في مجمد كيبقى عندكم موجود فيما كتحتاجوه، كتجبدوه وكتعمروه بالحوش وكتدخلوه للفران. بالنسبه للمونتاج ديال ليكيش ديالي، كندير طبقه من الحوش وكندير تقريبا ملعقه كبيره او ملعقتين، كيرجع للحجم ديال الليمون اللي عندكم، الحجم ديال العجين اللي عندكم. فما انا كندير ملعقه حتى الملعقتين كبار حتى كنسالي الدوائر ديالي كامله، كنعمرهم كامله وكنخليهم على جنب، وعاد كنزيد ليهم لاباري ديال الكيش. الى لاحظتوا انا بعد ما طاب لي العجين ديالي نحيت ليهم المولات ديالهم. بالنسبه للاخوات اللي عندهم المولات كافين ممكن يخليو، ممكن يعمروا الكيش ديالهم في المولات ديال الكيش. انا ما متوفرنش ليا بكثره، داكشي علاش فضلت نحيدهم، خليت غير كميه وسط المول، وشي الاخر حيدته كيف ما شفتوا حطيته في لاطه مباشره، كنعمره مباشره في لاطه وغادي ندخلو طيب في نفس اللاطه. يعني الا عندكم مولات يعني من الاحسن تحتفظوا بهم وتعمروا فيهم الكيش. هنا كنضيف الكميه الكافيه اللي غادي تغطي ليا على الحشو، اللي كنحاولوا ما نكثروش بزاف باش ما حيت غادي يزيد مازال يتنفخ في الفران اللي كيش ديالنا، غادي يزيد مازال يتنفخوا. يعني ما كاينلاش نكثروا لاباراي بزاف ولا السائل بزاف، يعني كنديروا القياس صافي، كندخلهم يطيبوا على درجه الحراره 180 حتى كيتحمروا على خاطرهم وطيبوا على خاطر خاطرهم، وكنخرجهم بالصحه والراحه. فيديو اخر ان شاء الله. عواشركم بروكا ورمضان كريم، الله يدخلوا علينا عليكم الصحه والسلام. بالنسبه للاخوات الاول مره يشوفوا القناه ديالي، تنبغي نقول لكم مرحبا بكم بالاشتراك والضغط على زر تفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. فيديو اخر ان شاء الله. خليكم مع الصور وفيديو كيفاش تتنفخ كيش وسط الفرن بلا خميره كيماويه بلا والو، وتيجي غزال بزاف. كنتمنى انكم تجربوا وان شاء الله تردوا عليا الخبر. بصحه وراحه مسبقا، خليكم مع الصور. هنا بعد ما خرجت الكيش ديالي من الفران كيف ما كيبان لكم غير قصتو مع باقي سخون، والعجين تيجي فتي بزاف لدرجه كبيره، تيكون سخون غير قصتو بحال تهرس ليا من الجن. يعني لاباط بغيزي ما كتبغيش يعني ما كتبغيش تقاس الا كانت خارجه سخونه من الفران، كتبغي يعني نصبروا عليها حتى تدفى شويه، عاد ان شاء الله نقيسوها باش ما تهرس لينا حيت كتجي فتيه بزاف. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، انا اكتفيت فقط بالجبن المحكوك، رشيته شويه من الفوق